شو جوان شو 24، مرحبا بكم في موعد جديد من زون ميكست. زون ميكست اسلام مدب معكم في الاعداد والتقديم، منال ساسي في الاخراج، سنين بن عمر في الاخراج الرقمي. زون ميكست نجم تتابعونا لما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس متاعنا، وتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو اكسبريس اف ام.com، وتشاهدونا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ تلقاوه بدايه وتسويت على الصفحه متاعنا اكسبريس اف ام في فيسبوك، الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس سبور، كما تلقاوها ايضا على قناتنا في يوتيوب اكسبريس اف ام. زون ميكست في زون ميكس اليوم نحكي عن عديد المواضيع، عن التطورات في الساحة الرياضية التونسية، كذلك نحكي عن الفريق، كذلك الدرجة الرياضية التونسي، وأيضا مقابلات الجولة القادمة بالبطولة، طاقم التحكيم اللي تم تعيينه في المقابلة هذه معنا يحضر معنا اليوم عمجد القبرطيني. مرحبا. أهلا بك سلام، مرحبا بالحضور وتحية للسادة المستمعين. اليوم والله لاحظت حاجة سلام، مروان لابس باللكحل، شاري حزين خاطر الشامبيون باش تهزوا ليسبيرونس نهار السبت. زعما مجد هكا الاسم تاعك هكا انا شفتها. انا جيت مانيش متوقعها، جيتك هكا حلوه بيه. خاطر قلت لا خاطر قلت لا ولا 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 زعما. مروان تيس صباح الخير. صباح الخير سلام، مرحبا بالاخيين ومستمعين اكسبريس اف ام. ايضا يحضر معنا اليوم مختار دبوس، مرحبا مختار. مرحبا بك سلام، مرحبا بجميع الحضور ومستمعين ومشاهدين اكسبريس اف ام. موجود معنا كيف كيف ايضا ثابت القاهري، مرحبا ثابت. مرحبا سلام، شكرا على الدعوه ومرحبا بالسادة المستمعين والسادة الحضور. شنو هي الامور؟ الحمد لله الحمد لله. باهي باش نبداو الحديث نتاعنا بالنادي الافريقي. البارح كان خرج بعض الاخبار حول غياب بيكيرو والطيب المزياني عن الفريق في الاسباب ماهيش معلومه. عملنا شويه اتصالات، سمعنا اللي بيكيرو باش يستأنف اليوم التدريبات مع النادي الافريقي بعد ما كان غاب بثر السفر نتاعو، خوضوا مقابلات تصفيه كاس العالم مع منتخب بلاد ومنتخب غينيا الاستوائيه. بالنسبه للطيب المزياني فانه الاخبار اللي استقيناها تقول اللي هو الشيفي نتاعو منفوخه، شد صحيح باش يمشي يعمل او يمشي يرتاح ويمشي يداوي في الجزائر، رغم انه المفروض يكون يقعد في تونس معناها، لكنه حب يمشي للجزائر، فانه المعطيات المؤكده انه عنده اصابه خلته ما يكونش موجود في التدريبات الفريق. بالنسبه لبيكيرو فانه اليوم باش يكون موجود في التدريبات نتاع الفريق. خلينا ناخذ تعليقاتكم، نبدا معك انت يا مختار. والنادي الافريقي اكيد ديما فما الضبابيه في الفريق. مش ضبابيه اغزر لي. النادي الافريقي عندنا مده توا، اللي حاب يجي يعدي سن التقاعد نتاعو يجي للنادي الافريقي. الحقيقه معناها هذا طيب المزياني راهو موظف جاي للنادي الافريقي، قاعد يخلص طابت الاقامه نتاعو في تونس، ترجي ليتوال، النادي الافريقي ما اقنعش في حتى جمعيه. في ليتوال عمل باركور محترم في ترجي ليتوال. بس برشا في كروات وماركا وفي ليتوال. اي لعب وماركا. ما شاء الله اي معناها. وجاب فلوس ليتوال. جابوا. كي مشى كي مشى لابها. طيب المزياني جابوا نحن بالنسبه. ما قلناش جابوا. اي ما نجمش تقول لك يا رب، انا هو رايي في الطيب المزياني. الطيب المزياني يقعد يمشي يلعب، ما يلعبش في البنك موجود معاقب، ما عنده حتى قيمه، ما نفعنا في حتى شيء، خذا فلوس، مش الاولاني ومش الاخراني في النادي الافريقي باش ياخذ فلوس. و وسامحني في الكلمة، مسؤولية اللي جابه واللي اقتنع بكونه طيب من زين باش يعطي الإضافة، ما عطاه حتى إضافة، حتى إضافة. كونترول دو بال ما لقيناهوش به عند الطيب المزياني، واللي زاد الحقيقة توا الفرصة اللي جاته في الدربي هذه خلت الطيب المزياني ما عاد عنده حتى ثقة للجمهور، معناها عادي، معناها أنا بالنسبة لي أنا فوزي البنزرتي ما ركزش برشا على الطيب المزياني. بالنسبة للبيكورو اللي انا بعض ساعات كي ندخل في مجادله مع كلوب استيه يقولوا لي والله ما فهمتش، انا ما فهمتش، انا كنت نتفرج فيه في الاكيب ناسيونال نتاعو عبد ويجي النادي الافريقي يقول لي عبد. اول شيء نعطيك مثال، لعبنا مع قفصه، في قفصه لعب ميتون وخرجوا لونتورنور، خمسه باسيت غالطين، من زوج باسيت شويه جابوا بونتو، معناها هذا سامحني شنو باش يكون؟ معناها هذا باش ينفع النادي الافريقي؟ ما عنده حتى شيء، بيرجع شوفي كذا ما عنده حتى شيء. بالنسبه لي انا زوج زوارات لا قيمه فنيه لهم في النادي الافريقي. النادي الافريقي عنده مشاكل اكثر من بيكورو. طيب المزياني سلام باش نستصح معك حاجه، جمهور النادي الافريقي ما فهمش الميساج توا، راهو ما عادش النادي الافريقي كانوا يتحاربوا عليها باش يشدوها، رو سامويل كانوا يتحاربوا، راهو ما نمشيوش لبعيد. الانتخابات مع عبد السلام اليونسي تعدات انتخابات سخونه، العباد توا اصبحنا ثالث انتخابات وما يتقدم لها حد. راهو ميساج الجمهور النادي الافريقي لازم يسمعوا ولازم يفهموا، راهو جمعيتكم ما تخليوها لحتى حد، ما عادش حشنا برئيس الجمعيه ونعاود وقلتها في بلاصتك يا مروان غاديكا، يا سيد هيكل تخيل اخرج توا، اخرج كمل بطولتك واخرج، عندك فلوس واصل، راهو الجمهور ما عادش ينجم يستنى، ما عندكش فلوس صارح الجمهور، قول راني ما عنديش فلوس،
لا تقعد تفاهم مع فوزي بنزرتي شو يعمل هيك لا لا همش نعطيك خلينا ما سمعتنيش شو يعمل اليوم هم فماش يكون يحب يشد الجروب شو يعمل هيك التخيل يعني همش فسرت خليها يمشي لا لا اسلام انا فسرت لك قلت لك اللي ما فماش يكون يشد الكلوب ما عندكش فلوس ما تشدهاش الكلوب واضح حشنا بفلوس تو ما حشناش بنسان حشنا بفلوس انا بالنسبه لي انا هاو ميساج للجمهور نهار 7 جويلة ما مش باش تكون ولا 11 جويلة مش باش تكون فما انتخابات وفما حتى واحد بشي بالحق باش يصدم ويشد النادي الافريقي راهو النادي الافريقي في حاجه لجمهوره في حاجه لطخه اخرى لطخه اخرى اذا كان يحبوا النادي الافريقي يعيش لطخه اخرى وجمهور النادي الافريقي قادر باش يعملها في الخارج وفي تونس وفي كل بلاصه قادرين باش نعملوا لطخه اخرى ونمنعوا جمعيتنا وقتها ما عاد حتى واحد ينجم يعمل علينا مزيه لا عاد اسم حتى رئيس جمعيه ينجم يعمل علينا مزيه لا عاد حتى يا سيدي تحب نقول لك حاجه الجمهور رئيس النادي الافريقي الدجار زمين مال النادي الافريقي انا بالنسبه لي انا جمهور النادي الافريقي لازم يفهم الميساج يتلم ويشوف حل لجمعيته ما عادش يلوج على الاسامي بالنسبه لي انا حسب رايي جمهور النادي الافريقي هو رئيس النادي الافريقي وهو كل شيء في النادي الافريقي اثبت هذاك يا اسلام في الدربي الاخراني راهو اللي مشاش الدربي الاخراني يا مختار عبد المجيد اللي ما مشاش الدربي الاخراني في وضعيه النادي الافريقي فما 4000 5000 صغير عمرهم ما بين 3 سنين و5 سنين مختار. السؤال هنا شنو هو الفينومين هذا اللي خلى 3 سنين 4 سنين 5 سنين يمشي ويحب النادي الافريقي ويخرج يبكي على النادي الافريقي مختار تسمعني تقول لي الجمهور كلام فضفاض معناها الجمهور كيفاش رئيس سامحني فما ما فهمتش عليه عليه فما 50000 جمهور يشدوا هما رئيس سامحني عمليا كيفاش معناها 5 6 من الناس من جروب عارفينهم مثقفين كذا يلزموا يشدوا يا اخي هما شنو هما وشنو هيكل خير يا اخي تخيل اخرج قلنا عامل ندوه صحفيه قول يا ولاد عندي فلوس عائلتي كذا وعندي فلايسات زايدين نحب نحطهم في النادي الافريقي كان زازيو زازيو ما زازيوش ضبابيه مازلنا اعطيني ديون النادي يا اخي فما عابد ما يعرفش ديون النادي اعطينا ديون النادي باكسي والجمهور لازم راهو في النادي الافريقي اذا كان باش نقعدوا في الحاله هذه راهو الجمهور عارف اللي توا راهو اسمعني النادي الافريقي مش رخيص راهو باش ثالث جلسه انتخابيه ما يصدم حد باش يشد النادي الافريقي، النادي الافريقي اسم كبير، راهو تو وزير تقول تشد وزير ولا تشد النادي الافريقي يقول لك نشد النادي الافريقي. معناها عيب اللي صاير، يا جمهور افهم الميساج، رانا مانيش قاعدين لحتى حد، راهو جمعيتنا هذيك نحاربوا عليها باللي تصوروا في مخك، لكن راهو اذا كان باش نقعدوا جلسه انتخابيه راهو اسم النادي الافريقي كبير ومانيش مستحقين الحق وجمهورها قادر باش يمنع النادي الافريقي. خلاص لك انت مجد الطيب مزياني كان فتره يجي ما نجحش ملاعبي هذا وانت كنت ملاعبي هل من العادي معناتها ملاعبي يمشي يقول لك باش نداوي في الجزائر هنا؟ اولا انا متفق على طول مع مختار على طيب مزياني ما عطاه حتى شيء للنادي الافريقي والدليل انا في البلاي اوف ومركي حتى بوت معناتها تاكاو انت تلعب معناتها في الكوب افريكا وما تمركي حتى هدف ومش هو بل مع الفريق هو واضحه ما فماش اضافه بالكل في الفريق معناها انت اترونجي معناها تجي للكوب افريكا وفرصه ثانيه بعد الشيك اللي صار لك في الاسبيرونس وتجي في الكوب افريكا اللي هي جماعه كبيره وما تفرش نفسك سيكو انت ما تصلحش تمشي تداوي في الجزائر في المغرب في ليبيا ما يهمش الكوب افريكا ترتاح منه خاطر ما حتى شيء وما حتى حاجه اخرى مفاجاه في الكوب افريكا كي نشوف الكوب افريكا وما دراك معناها زوز مسجله زوز اهداف سو دو بينالتي اللي من عند حمدي العبيدي وايدو معناها وقابله 9 اهداف قبل كنا نلعبوا مع كلوب يا اسلام الكوب افريكان في العام كي تقبل 4 اهداف ولا 5 اهداف سما برشا قبلت برشا اهداف اليوم الكوب افريكان قابله 9 معناها شيء باهت هذه حاجه بيكورو لا انا مش متفق مع مختار بيكورو قيمه ثابته شفناه في ليكيب ناسيونال نيفو عالي معناها يلعب في غينيا الاستوائيه معناتها المستوى نتاعو كبير نعطيك معلومه فوزي مش مقتنع بها بالكل معناها انا نعطيك خلوا لي احمد خليل شعطى الكوب افريكا التو انا عبد المجيد بيكورو هو اولو نتاعكم ليه مش اولو شوف كي تشوف النيفو نتاعو لا لومبيونس نكملوا شوف راه الامبيونس نتاع ليكيب اثر برشا ولي زافريكان سون تري فراجيل سو بلون مونتال راهو سي سون مي اون كونفيونس يعطيهم الثقه يعطيكم اكثر ما عندهم انا ناكد لك بيكورو قيمه ثابته لكن في الكوب افريكان ما قاش الكادر ايديال باش يترشخ فيه علاش خاطر تشوفوا في ليكيب ناسيونال في نيفو هذاك ويهبط في الكوب افريكان فما حاجه كي كلوش شنو لعب بجمله شنو هو بدا يلعب من بعد الكوب دافريك وحتى كان لعب على اليسار لعب على الجوش لعبوه على الجوش معقوله لا انا كشوف روندوان لا انا لعب شويه درجير لازم يفرض روحه راهو في الدرج الاولاني يفرض لا اذا اونترنور شوف اونترنور راهو يحط ثقته في ملاعبي ويعاود له سيكسيون دو ماتش
راهو يعطيك، اما كي تلعبوا مره هكا ومره على اليسار ومره ما تجيش. احمد خليل قلت لك اعطيني احمد خليل شحال تلعب افريكا، 5 سنين و6 سنين نشوفوا معناتها. يعني انا نقعد باهت احمد خليل كيفاش يلعب كوب افريكا بارابول بيكورو ما عندها ما تنجمش كيف كيف. دونك خليل ولد النادي الافريقي لا ولد خلوان لا ولد لا ولد جيسكا لا ولد جيسكا ولد خلوان ولد جيسكا ولد النادي الافريقي واحمد خليل ولد جيسكا عطاه للنادي الافريقي عطاه مريت حتى شيء عطاه باللي نجم اما مختار كان باش نمشيو بالعاد في ولد النادي لا لا ما حكيتش على واليوم ما يعاونيش معناتها في النادي الافريقي ما لعبوش احمد خليل قاعد مش فايده في ولده الجوارات اللي قاعدين يلعبوا ماتشات الكل قاعد يبل في المريول هذاك انت فنيا طيب لكن انا رعيب راني توا موجود احمد خليل باش نخرجوه من الباب الصغير يلزم الجوارات تخرجوا من الباب الصغير في النادي الافريقي لعب مختار زاد يلعب اوكي ما يبل في المريول حق ما شفتش حتى لا انا ما شفت حتى لاعب في النادي الافريقي قاعد يبل في المريول مع كل احترامي للملاعبين الكل ثابت خليني اخذ رايك فنيا في بيكرو مع عبد المجيد في اللي قالوا ولا حتى مع فوزي بنزرتي مثلا اللي مش مقتنع جمله بالملاعبين يعني صدق شفته في الكوب دافريك انت شنو هو اللي يخلي ملاعبي نوع مع منتخب بلاد ونوع في جماعه بالك شيء بيكرو وقت جا النادي الافريقي ما يعني ما لعبش ماتشات ماتشات الكاف يعني باش يصير عليه الحكم النهائي فنيا على الاقل من بعد رينيه الحقيقه في الكوب دافريك كانت مفاجأة كبيرة نعرفوا الثلاثة ماتشات اللي عداهم على الأقل ولالين مع الغينيا الاستوائية الحقيقة مردود كبير برشا وكان أحسن عنصر وكان من أحسن لي بيفو في الفاز الأولى نتاع الكوب دافريك من بعد وقت اللي رجع الحقيقة حتى البوست نتاعو دونك رينا لعب 3-4 ماتشات لعب أريير جوش ما تأقلمش مع منظر الكبير ما تأقلمش كومي فو مع البوست هذيك من بعد رجع للبوست نتاعو ظهر لي لما لعب زوج ثلاثه ماتشات كوم بيفو دونك الحقيقه بالنسبه لبيكورو بالنسبه لي يبقى قيمه ثابته لحد الان فيو اللي وراهولنا في الكوب دافريك حسب رايي يستحق فرصه اخرى يستحق عام اخر على الاقل باش يصير عليه الحكم المطلق قربي شويه ينجم يكون خاطر ينجم يكون ضغط الجمهور ولا الجمعيه وقمه الجمعيه خليه هو ما يدخلش هو في هو ينجم يكون حتى من الوقت الجمهور مشاو للبارك وضربوا بعض الملاعبيه حتى هو هبط ستوري وقتها متقلق برشا ضربته حجره هذا اللي هو وقتها متقلق برشا ينجم يكون لانه يدخل في العوامل هذه بطبيعه العامل النفساني عامل مهم في كره القدم وتعرف مش ملاعبين الكل عندهم لا ميم بيرسوناليتي فما شكون يعني يبدا فراجيل مونتالمون يتمس دونك ما نجمش يعطيك اللي فور اللي لازم يعطيه دونك حسب رايي نرجع لك بالنسبه للبيكورو حسب رايي يستاهل فرصه اخرى عام اخر على الاقل دونك ونعتقد انه سي فوزي اذا كان خرج بيكورو من حساباته نعتقد انه بكري برشا مش يحكم عليه سي فوزي وحسب رايي دونك فرصه اخرى للبيكورو حاجه مهمه برشا بالنسبه للطيب المزيني شوف حسب اعتقاد الطيب المزيني بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ما قدمش حاجه كبيره برشا بعد مع الترجي الرياضي التونسي كيف ما تقلمش بالنسبه للبطوله التونسيه اي بون شوف النجم الرياضي الساحلي مش في الممتاز مش اي مع لسعد الدريدي عاد سيزون باهي اما مش كان يعني مش التوب نتاعو وحاجه اخرى راهو وقت النجم الساحلي والترجي والافريقي ونادي الصفاقسي وملعب التونسي للنوادي الكبيره في تونس تبيع دونك وقت اللاعب في السي في نتاعو لعب مع نجم ولا مع الترجي راهو فاسيل برشا وينو مش يلعب في السعوديه وفي الخليج العربي مش في الممتاز مش في الممتاز حاليا يعني مش في الممتاز اما نحكي لك على التاريخ هو مش الممتاز اي تاريخيا الملاعبي خاصه الترونجي يلعب في البطوله التونسيه تسويقه سهل برشا وقت يبدا يعني يكون عدى عام ولا عامين ولا 3 سنين مع فرق في الدرجه الاولى في التونسيه اما بالنسبه لطيب المزيني مع نادي الافريقي الحقيقه يلزمنا نغرسوا ثقافه احنا شوف احنا مازلنا هاوين شويه الحقيقه الملاعب هنا كسوا اترونجي والا تونسي يلزم يكمل الكونترا نتاعو سيزون نتاعو اخر يوم الموسم يوفى 28 30 جوان يلزم 30 جوان على ذمه النادي فماش هذا باش نمشي للجزائر نعدي ولا نمشي للمغرب ولا باش نمشي لاوروبا ولا
فما اطار اطار طبي، فما اطار فني، هو اللي يحكم اسكو الاصابه نتاعو هذه يلزم يبقى في تونس باش يعني يقوم التداوي والاسترجاع، والا اذا كان فما في الجزائر امكانيه ياخذ الفيفور من عند الاطار الفني ومن عند الاطار الطبي ومن عند الاطار ومن عند يعني الاداره ورئيس النادي. دونك هذه حاجه الحقيقه في تونس تقصها برشا، سواء في الكيب ناسيونال والا حتى في النوادي في النوادي الكبيره، فما لاعبين الحقيقه لاعبين يتمرضوا، لاعبين ما نعرفش يعني نرجع لك حتى سامحني على يوسف المسيكني، انا يعني حاجه كنت ضدها برشا وتكلمت حتى في القنوات التلفزيونيه وحتى في الاذاعه. دونك حسب رايي وقت اللي ينادي لك ناخب وطني والا يعني جامعه باش تلعب باسم تونس، دونك انت عندك معلومه اللي في نداولو يوسف؟ عندي معلومه، نداولو ما حبش يمشي، عندي معلومه ثابته. وتعرف علاش ما حبش يمشي؟ لا ما عندوش حق ما يمشيش مهما كان السبب، مهما كان السبب يلزم موجود ما دام موش بلاسي اون روب، يعطيو ديما الشوار الجوار باش اكسبت ولا لا؟ شنو؟ لا لا شوف خلينا نقول لا 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 ما دام موش بلاسي لازم يجي. برشا ديزوروبيان ايزون ريفوزي ليكيب ناسيونال، نحي من الوطنيه على شيء. لا لا ما نحيوش باش نحي وطنيه، لا 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 صحيح. شوف اعطيني اعطيني ملاعبي في الاوروبا، برشا سباليتي سباليتي قبل كوب دوروب، سباليتي قبل كوب دوروب صح ثلاثه ملاعبيه ستاج. تعرفش علاش يلعبوا نص الليل بلاي ستيشن؟ راهو عنده خرج عمل كونفيرونس دو بريس قال لهم انا ما عنديش كونترات بينه وبين الملاعبين، انا كونترات بينه وبين الاتحاد الايطالي وانا عندي ليبرتي توتال، شكون نخلي وشكون نخرج. دونك هنا احنا واجب وطني لازم نحترموا اول حاجه الوطن نتاعنا ونحترموا النادي نتاعنا. حتى واحد ما يشك في الوطنيه، تحترم لي كونترا، كونترا مورال. لا لا عنده سيريزون، لا عنده ساعه ساعه سيريزون، عنده بعد ساعات سيريزون اللي ما يحبش يجي. اعطيني شنو سيريزون هو يعرفها، عيطوا يوسف لا اسالوه، ما عندوش حق. لا لا يسالوه، لا عنده سيريزون، عنده سيريزون اسالوه، عيط يوسف مسكني يوسف تاخذ هو هاو. شوف الناس شاعر ميم با هاب التدوينه باش يفسر للعباد، فما ما معناتها اذا ما قبلش راهو عنده اسباب وعيطوا له. بس ماجين شنو الريزون اللي كي تبدا كي تبدا عامل كابيتان ونشيد وطني شرقة في رادي، شنو الريزون اللي علاش خليه الجانب هذاك؟ تو تشوفوا سامحني، تشوفوا في وطنية يوسف مساكني شحطها لي كيم ناسيونال، تشوفوا في الوطنية نتاعو حتى لي كيم ناسيونال. لا فما وقت ما اوقات تصفيات كاس العالم هذا منتخب، فما وقت ما اوقات الملاعبي اذا ما يقبلش فما عنده اسباب. ان شاء الله كان ترشحنا للكوب دي موند يوسف، ان شاء الله ما يجيش الاول، ان شاء الله ما يجيش الاول، تختفي الاسباب ان شاء الله. كيف كيف بالنسبه للطيب اي فوالا سامحني مروان، بالنسبه للطيب المزيني كيف 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 وكيف اي لاعب يلعب في اي نادي. دونك انا لازم نغرسوا ثقافه جديده في تونس، الكونترا نتاعك تحترم النادي نتاعك، تحترم الاطار الفني نتاعك، وتكون على ذمه الجمعيه مهما تكون الاسباب. وقتها نجم نحكوا على احتراف. الحقيقه النادي لحد الان اللي في الامور هذه ما يتسامحش هو الترجي الرياضي التونسي، باقي الانديه الحقيقه فيهم شويه مشاكل، كو سوا النجم كو سوا الكليب كو سوا السي اس اس ستاد اكسيتيرا. دونك النوادي خاصه النادي الافريقي نادي كبير وعنده تاريخ كبير يلزم يفرض الانضباط في النادي. بعد الاسباب الحقيقه كما حكى توا سي مختار، فما يعني مشاكل ماليه كبيره برشا في النادي. علاش؟ خاطر النادي تلت السنوات الاخيره ما خدمش. ابسط حاجه كان ينجم ان ديبارتمون دو سكاوتينغ على الاقل يركز مع الشبان في 10 سنين الاخرانيين كو سوا في افريقيا والا في تونس، ينجم يبيع زوز ثلاثه ملاعبين دخلوا له 15 20 30 مليار. هذا ما فماش حتى في الانديه الاخرى، حتى الترجي الرياضي التونسي كيف ما تخدمش برشا على الكوتي السكاوتينغ كوتي فورماسيون. النوادي التونسي الكل اللي هي تنجم يعني تحل مشاكل كبيره برشا، ما نعرفوش نكونوا لاعبين وما نعرفوش نسوقهم خاطر فماش استراتيجيه واضحه بالنسبه للنقطه هذه. ربي كلمه برك باش نقولها، ما نتكلمش نرجع لك انا خذيت كلامك ما يسالش الافريقي ما عندك فيها حتى دخل، ما نعرفيك من الجمهور الافريقي ما يسالش برك غدره. اقصد لي انا بالنسبه لي انا طيب المزياني مشى للجزائر صحيح، ما عندنا حدود واجانب لا حسب ما نعرفش حسب ما عندنا حدود واجانب برا عاين له اللي هو سافر وعمل له واخو بيرميسيون واخو بيرميسيون ما نعرفش نحطوا هذا غياب كامل معناها هذا بالجمعيه. انا حبيت نعرف علاش هو شو تسحبش مشي للجزائر معناتها؟ شوف تعرف علاش؟ سليم سليم مروان تعرف علاش؟ باش نقول لك وقت اللي يبدا ما عنديش فلوس نخلصك تولي اي امر باش تقولوا لي باش نقول لك باش نقول لك يا مختار وادم قرب توا بربي باش نقول كلمه تو ما يحشمش ادم قرب جوار كيما الطيب المزيان يجي ويعطي الروندمون هذاك وما يحطش في قلبه حتى جرام
باش يقول انا بلاصتي هذيك ما عادش نحيا لي حد في البلاصه هذيك. هذا اللي يوجع في الجمهور النادي الافريقي راه كي تهبط ادم قرب الكاليتي نتاع ادم قرب قد 100 من المزياني. شنو هو البلوكاج؟ علاش صاير له هكا؟ الله اعلم. ان شاء الله على دين فوزي البنزرتي وليد هذا يتحسن وياخذ بلاصته. ماش مسحقين للطيب المزياني ولا البيكورو مروان. انت دربت عند فوزي تو كي يقول لك مثلا انا حتى ما حبش نقول شنو قال عليه الملاعب هذا بيكورو فوزي البنزرتي، لكن خلينا نكتفي باش نقول مش في مخه بالكل. انت دربت عند فوزي وتعرفه مثلا قبل يوسف المويهبي، فما حتى حد في تونس يقول ما موش ملاعب يوسف المويهبي، تلعبت معاه وتعرف لعبت مع يوسف. معناه شنو اللي يخلي مدرب يقول انا ملاعبي هكا علي اجماع يقول علي مش ملاعبي؟ معناه وانت عارف فوزي مليح كيف كيف. لا اسلام راهو حتى فوزي ماهوش مقتنع بالملاعبي، راهو ديما يقعد موجود فك 18 معناتها موجود سوا على البنك. حتى كي كانت مع يوسف حتى كانوا مختلفين كان يلعب يوسف تيتولير ويهبط ومعناتها مش يعمل له تصرفات كونه معاه ماهوش حاسبه. لا بالعكس فما حاجات ما بينه هو ويوسف معناتها ما يتفهموش. ما يلعب يوسف تيتولير في النجم الرياضي الساحلي الحقيقه اذا ما كانش اذا حد لا فما ماتشات لعبهم. كنت حاضر في سوسه ماتش ليتوال والوام مع مارسيليا. يوسف المويهبي تقريبا ماتش كامل على البنك، ما هبط يوسف الا ما استاد سوسه الكل يعيط يوسف يوسف باش قوي. ما عادش نقول لك علاش ما عادش انت فين الماتش هذاك. فين الماتش هذاك يوسف وقتها مصاب. هاو علاش خاطر يوسف وقت انا الماتش هذاك مصاب وسالوا فوزي البنزرتي قال له اسكو تنجم ولا؟ قال له ممكن تعطيني 20 مينوت الاخرانيه. معناتها كنت معناتها حاضر على الحكايه دي. يوسف مش يوسف نتاع الكلوب زاد. لا رجع البريود. لا باهي 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 مش يوسف نتاع البريود باهي برشا في الدوري مش يوسف نتاع الكلوب. انا ما نظنش كفوزي البنزرتي واحد يعاونه في التيران ويربحوا ما يلعبوش. هذه سيكسيور معناتها امبوسيبل. تقول لي حاجات مثلا ينجم يرتحوا ماتش ممكن حتى بالعاني معناتها كما سمعوني في الكلمه ينجم يخليه يقول لك الماتش الجاي يكبسوا بلوكه الكوره معناتها فهمت يحب يرتحوا بعد ينجم يكون توتيلير. مروان اللون برشا في التيران فرج فيه هنا في رادز ايه كما قال لك الخيان في الرجوع للديفونس راهو صاير لاتاكون تخلي 18 وبيكورو مازال مسكين عاد الفورس. اليوم قيمناه كملاعبي في كوب دافريك في نيفو عالي معناتها معناتها في الشامبيونان تاع تونس باحتراماتنا يذولي ما نجمش ما يكنش معاهم الخبز. ممكن تبقى مونتال انا ما نعرفش شنو مع الملاعب هذايا شنو صاير. تبقى نرجع لك اسلام على غياب الطيب المزياني. انا ممكن مانيش قريب النادي الافريقي اما كي نسمع طيب المزياني كونتراتو يذولي يوفى في جوان. اي صحيح هكا ولا ايه فما ملاعبي فوزي تعرف مع فوزي تقول له نمشي نداوي في الجزائر ترى اش يعمل لك ولا معناتها باش تفهم من غير ما نكمل الكلام يا اخي معناتها امبوسيبل الحكايه هذه. ما عادش ترجع امبوسيبل الملاعبي خير ما ياخذ فلوس. مصح معقد مع النادي الافريقي الى خير جوان. تو انت مصح في المولديه ماشي للجزائر الداوي شنو الحكايه؟ كي جيت لتونس خذيت فلوسك مرحب ومساكن في اوتيل ولقاو لك دار والدور وهاك تحوس لهنا وماكل وشارب. ما قلتش ليك يا جيت خذيت فلوسك بقيت الكونترا مازالوا جماعتين ما شدها ما حشتوا بيه ما حشتوا بيه ما فوالا معناتها كان جيت مع فوزي هاو اللي نحبوا نحكيو خاطر فوزي امبوسيبل باش تقول له ماشي نداوي في الجزائر احنا في سوسه باش تقول له نهبط نداوي في تونس ما يخليكش. فما سؤال اخر مروان هاو نحكيو كان يقول لك انا هاني ماخذ فلوسه ولا بيان سور ماخذ هذا سؤال اسمعني اسمعني الهيئه تقول خالص وهو صفو حكيت اسمعني 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 كم لعبي تسحس كونترا بست اشهر شكون يرضى لك ما ياخذش اكثر من شطر ما ياخذ اكثر من شطر ظاهره معناتها فهمت كونترا تو في جوان يوف سيتياسيون تو خايب الناس كل دايره عليه تفل ماهوش مرتاح هز مرته وروح على روح تسمع بيه تقدم شو قد الضربه حتى لين يوفر كونترا تشوف شو قد الزين اي باش تقعد ثلاثه جماعات حتى شو في تبرم بعد جمعه باش تقعد ثلاثه جماعات غادي تداري يا ودي مع فوزي تقولوا ماشي داو في الجزائر تو ذا كلام خي نعرفوش تيتي حتى فوزي يقول لك مش رابط على الاقل نعمل طلع على الدار ولاباس عليا وساعتي لاباس يقول لك لا يا خويا ريكوبيراسيون تشد تقعد لاني في سوس خلي فيما بالك طيب المزياني باش يجي يتكبر على الفريق وماشي انا نمشي ماشي غرس الثقافه هذه ملاعبي الاخر يوم في العقد نتاعو لازم يكون على ذمه النادي كل سوا مكسور مصاب هذيك الغلطه في تونس خاطر ما ياخذ فلوس من طياره كي تعطيه فلوس او بيقولوا انت تو سامع ما ياخذ فلوس اليوم شو باش تعمل له انت نورمالمون اليوم تجيب له عاد المنفذ شو بار برانسيب انا احكي لك جايب له عاد المنفذ لكن تم اتفاق معاه وباش يرجع اليوم يتبنى بار برانسيب راهو كما قال نتفق مع ثابت ملاعبي تضرب يقعد ديما على ذمه نادي افريقي شو معناش طب احنا هنا ومعناش انا من احسن الطب عندنا منصب طرابلسي من افضل الاتباع اللي موجودين في تونس شنو ملاعبين اخرين يعملوا كيف صحيح هما احتراماتي للفرنسا يجي يعملوا في تونس دونك مشيانو ما تجيش فما حاجه يا جمعيه
تفرض انت عنده ان كونترا هو لازم يحترم الكونترا والجمعيه لازم تفرض عليه باش تقعد بقينا خليته يمشي فما حاجه فما حاجه خاطر ما يخليكش امبوسيبل مجده يتفاعلوا معنا المستمعين نتاعنا بخصوص اللي قلتوا على يوسف المساكني الملاعبي بعثونا حتى اللواء نتاع القانون اذا كان غاب على ماتش اوفيسيال معناه ياخذ 15 مليون خطيه وحتى في الجمعيه نتاعو يتعاقب 6 ماتشات ما يمشيش معناتها ما يلعبش مع الجمعيه نتاعو هذا كونترا داخلي شنو هذا نتاع قانون لكن تصور انت صد ما تلعبش لا شنو داخلي معناتها هذا في الفيدراسيون لا من الفيفا حتى من الفيفا حتى من تبع الفيفا تتوقع انت تتصور انت من الجامعه باش تعاقبه من جمعيته معناها بلاش موافقه الفيفا اكيد موافقه الفيفا شوف شوف راهو لو جوار ايتانيت هيومان افهموها مش روبو بعد راهو بعد ساعات ملاعبي كيبدا نفسانيا ما يجمش يعطيك روندمون تلقى عنده اسباب قلت لك علاش قلت لك الاسباب ما يجم يعرفها كان منتصر وانا نلوم على منتصر خرجت يا خويا قلت لنا انا استدعيت يوسف المساكني يوسف المساكني رفض وهو الاسباب علاش رفض وقت نجموا نفهموها اما كي تخلي لا معناتها لا حسيت ولا حتى متصرح سمح لي مجده عمل له مشكله مع الجمهور بيان سور بيان سور شوف كي سالوا قالوا خذ له توريزاسيون باش يعمل فاكونس ضحك شوف حتى واحد ما علاه تضحك معناتها عباره عطيتني ريبونس لي شوف حتى واحد ما يلزمو ينسى اللي يوسف المساكني عطى لي كيما ماذا متفاهمين فيه هذا يعطى وما نشكوش اذا اليوم انا نحترم القرار نتاعو علاش انا ملاعبي ونعرف راهو الملاعبي قلت لك انسان وعنده معناتها سونسيبل برشا تلقى بعد ساعات كونتكست ما يسمحلوش باش يندمج غادي عنده في حاجه جات ما تعجبوش يجم يقول انا مانيش حاضر ماذا غدوه عادي نلقاو السخيري والعيدوني والطالبي و15 جوار ربي السخيري والعيدوني تحكيو عليهم انتوما يا مجد عطاونا اللي كيف نسمعوا يا مجد باهي رونالدو يا ثابت في السعوديه يبكي رونالدو استنى بالله لحظه احسبني ما سميتش السخيري اللاعب اكس واجريج و15 لاعب يجوا غدوه حتى احنا سيدي ما ياش في ظروف نفسيه مش نحبوا نصيفوا انا نحترم انت كي تحل الباب هكا اخويا معك ما عادش تلقى غدوه ملاعبين هو يوسف ساكن الوحيد اللي قال انا مش مستعد اليوم باش نكون جاهز نحترموا القرار الملاعبي علاش الملاعب ما نحترموش القرار الملاعبي لازم نشوفوا ليه فما قضيه وطنيه وقضيه واحده ملاعبي راه انسان كنت انا سرت ما في ليكيب ناسيونال ما الى رفيزي ليكيب ناسيونال ما مشاش لا عمل كنت انا ما حبش يمشي ما عندوش يبدا مش كونتونا كيبدا مارادونا يا ودي ما تقولش تعطي في اكزامبل السيء لا 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 مش السيء انا نحترم راي الملاعبي لانه يعرف الجو في ليكيب ناسيونال مش باهي براسا لوش في ليكيب ناسيونال براسا شوف لعبت لا نسل ولا لا ما جاش اسكو تجي كونفوكاسيون لا الجو في ليكيب ناسيونال قبل مش كنت توا لا تو جو خايب تو جو خايب جو خايب قلت لك اذا يوسف رفض ليكيب ناسيونال راهو عنده سبب نحترموه ونشوفوه عيدوا له لا 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 نحترموه في الحالات كل لكن اسلام اخرج كيوسف توا ما كملت فاكونسك اخرج راهو هذه معقوله هي اخرج فما حاجات زاد حسيتها من لونترنور شنو تجيني حاله بعل المجبري تقولي مونتالمون فيزيكمون ودرا شنو كيف كيف لا لا جا يوسف يسالوا قال يوسف حاب يعمل فاكونس هو ضحك مدرب حسيته مع عالم مجبري عطاه حقه كوم كوا هاكا كونترا ويلوج على الجمعيه مع يوسف رديته كي السائل قال لك حاب يمشي يا خويا يتفرد في السيف عملتها كيف حكت هذه ريبونس تضحك لا جاء ما شوف هو ما جاش الساج اللي قبله حسيته حاب يحطه في مشكله مع الساج معناها باش نلومه طبعا ما تصير معاش اللوم لا لا يا خويا حسام ما تخرجش تتسرح ما تقولش لحتى حد خليها ما بيناتك انت وياه نلوم عليه انه ما فسرش ما لا ما تفسرش خلينا في الضبابيه هكاك صحيح ما نعرفوش الملاعب عنده حق ما عندوش حق ما نخرجش نتكلم جمله واسكت فهمني انا شفت نحن اسلام في بلاتو كيما هكا راهو الحقيقه تبدلها ما تنجمش تلوم على يوسف تو بالحق مروان وقت اليوسف هو ما جاش ولا تي كونفوكي وما جاش تو الحديث كامل على منتصر انا نورمالمون منتصر خذا طياره مشى للسود ركبوا معاه ما قالش ما قال ماهوش كونفوكي ما قالش كونفوكي قال كنت باتصال بيه وضحك ودرا شنو ما عطانيش حاجه خليها في المحلول هكاك شنو زاد ما فماش حاجه ما جاش فوالا حتى انا نعرف انا نعرف انا نعرف عليه ما جاش اما هو زاد حطوا في منتصر كمدرب انت قلت انا نعرف انا حاجه انا نعرف يوسف كان يوسف يعمل ديكلاراسيون انا تعرفوا الحكايه ما عندوش حق مدرب منتخب الارجنتيني مدرب منتخب الارجنتيني شو اسمه سكالوني ما تعرف شنو التاريخ نتاعو مع الارجنتين ولا ماهوش لاعب كبير وماهوش مدرب كبير وكان يريني في الايفنت 21 فجاه الاتحاد الارجنتيني خذا قرار باش يصعد مع ليكيب لولا وصارت بلبله كبيره برشا في الصحافه الارجنتينيه ومشاكل مدربين كبار تحطوا عليه سكالوني واحنا قادمين على كوب دي موند دونك صاروا برشا مشاكل من بعد ميسي في ديكلاراسيون نتاعو قال انا نحترم
الشواء نتاع الاتحاد نتاع الاداره الفنيه نتاع الارجنتين، ما عندي حتى مشكله مع المدرب، ما عندوش تاريخ كبير. المفروض ما يدربش عند سكالوني، قول لي قول لي ما شكون. لا كان ينجم خاطر ميسي كان ينجم كان ينجم يعطي رايه، فهمتني؟ بالنسبه لميسي وحتى اللاعبين نتاع الارجنتين الكبار ما دخلوش في وكانوا متواجدين. دونك انا نرجع للاحترام نتاع الشواء نتاع الاتحاد الفني. منتصر كلوبيست و 90% من الكلوبيست يدافعوا على منتصر على خاطر كلوبيست. انا هاني مع مروان ومع مجيد. يجي نبيل معلول ضد نبيل معلول، يجي معين الشعباني. انا ككلوبيست هذه مشكلتنا في تونس. اي فوالا هذا منتصر كلوبيست هو يعتز بكونه كلوبيست، ونحن موجودين في كل بلاتو باش ندافعوا على منتصر. واضح واضح. حاجه نشوف الاخبار وبعد نكملوا الثانيه من حصتنا اليوم.